السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير وتصوموا وتفطروا على خير يا رب، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. معكم سالي صلاح الدين عثمان محجوب، عضو مجلس أمناء سامة في شيكاغو إلينوي، وسعيدين جدا بوجودكم الليلة في ويبينار سامة اللي هو حنتكلم عن صحتك في رمضان. ونتشرف الليلة إنه يكون عندنا experts دكتور الوليد الحسن، استشاري أمراض الكلى في الرياض السعودية، وهو حيتكلم لنا الليلة عن الأمراض المزمنة في رمضان. وبرضه نتشرف بوجود دكتور شبيب الحضري، طبيب استشاري قلب الأطفال بفينيكس أريزونا، وهو عنده اهتمامات في بحوث الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وحيتكلم لنا الليلة عن الكورونا ولقاح الكورونا في رمضان. وبرضه سعيدين بوجود سوري معلش سمعت الفيدباك، لكن يا فبس نتمنى انكم تستفيدوا من كلامنا ده الليل ان شاء الله، وتستمتعوا به برضه. ولو في أي أسئلة بس اعملوها، حطوها في الشات في زوم أو في الفيسبوك، برضو حنكون بنشوف هناك، أو بس لما الدكاترة يخلص إن شاء الله ممكن تسألوا أسئلتكم برضو. So thank you everyone for joining us today. We're very very excited to have you. My name is Sally Magoop and I am on the board of trustees for SAMA here in Chicago, Illinois. And Ramadan Mubarak, first of all, and may Allah accept all of our good deeds, inshallah. And today, we're excited to have you here with us to talk about your health in Ramadan, and also to listen to the experts and be able to ask them some questions. We're honored to have our first speaker today is Dr. Al-Waleed Al-Hussein, who is a nephrologist from Riyadh, Saudi Arabia. And he's going to talk to us about managing chronic illnesses during Ramadan. And we're also honored to have Dr. Shabib Al-Hadri, who is a pediatric cardiologist and a religious scholar in Phoenix, Arizona, who has a special interest in scientific science in Quran and Sunnah. And today he will be talking to us about COVID-19, the vaccine, what it entails and its effects during fasting. So we hope that you find this webinar to be both helpful, informative, and we, if you have any questions, we would love for you to ask them. So please post your questions on the chat here in Zoom or on Facebook Live as well, and we'll be happy to answer them, or just you can raise your hand later and ask any of the experts or the doctors as soon as they're done. So we'll go ahead and get started with Dr. Al-Waleed Al-Hussein. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أشكرك أختي سالي على التقديم، وتقدم التهنئة لكل إخواني وأخواتي الذين يستمعون إلينا بمناسبة هذا الشهر الفضيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويجعلنا من عتقاء الشهر الكريم. Let's begin by this آية. الله سبحانه وتعالى says نبدأ بهذه الآية. يقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. So في هذه الآية يعني الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن وجوب الصيام، ويخبرنا عن نوعين من الناس يعني يعذرون في عدم مقدرتهم على الصيام، هم المرضى والمسافرون. طبعا يعني سأتحدث إن شاء الله عن الأمراض المزمنة، ولكن قبل أن أدخل في ذلك بس يعني سألقي الضوء على المرض عامة أو تأثير الصيام على المرض. فإذا كان عامة الصيام يزيد المرض أو يطيله أو يشق الصوم على المصاب به، فإن له أن يفطر. إذا كان الصيام يزيد المرض أو يطيله أو يشق الصيام على المصاب به، فله أن يفطر ويقضي إذا شفي منه.
يعني بعد ما يخلص إن شاء الله شفيه من المرض يمكن أن يقضي الأيام التي فاتته. أما إذا كان الإنسان يعني مصاب بمرض مزمن لا يرجى برؤه، أو كان إنسان شيخ كبير مثلا أو امرأة كبيرة جدا في السن ويصعب عليهم الصيام، فحينئذ يمكن أن يفطر مسكين عن كل يوم بدلا عن القضاء. طيب، فما هو يعني الصوم إذا كان الصوم يسبب المرض مرة أخرى أو يزيد المرض أو تأخر البر أو يجد مشقة في الاحتمال؟ جاز له الفطر في رمضان وتناول الدواء وغيره، وذلك من خلال تجربته أو بإخبار الطبيب العارف. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وتخفيفه عنهم ورفع الحرج عنهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. إن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، يعني إذا كان الإنسان عنده رخصة الله سبحانه وتعالى يحب منا أن نأتي هذه الرخصة بنفس القدر الذي يكره منا أن نأتي المعصية. وعليه الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وتخفيفه عليهم. طيب، المرض عامة عنده أحوال. طيب، حسب ما قال يعني شيخنا العثيمين عليه رحمة الله، أن النوع الأول من المرض هو المرض اليسير الذي لا يؤثر الصوم فيه، مثل الزكام اليسير أو الصداع اليسير وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر على قول يعني معظم جمهور العلماء. النوع الثاني الذي يشق عليه الصوم، يكون صعب عليه ولكنه لا يضره، فهذا يكره له الصوم، يكره له ويسن له أن يفطر، يعني السنة أحسن أن يفطر. أما النوع الثالث الذي يشق عليه الصوم ويضره، يعني ليس فقط يعني مشقة أو صعوبة ولكنه أيضا يضره، مثل رجل مثلا مصاب بالسكري وأيضا لديه ضعف متقدم يعني في وظيفة الكلى، مثل هذا قطعا يضره الصوم، فالصوم عليه حرام في هذه الحالة، حرام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم. فهذه عامة الأنواع الثلاثة للأمراض وحالها مع الصيام. طيب، اليوم يعني حديثنا عن الأمراض المزمنة وكيف لمريض الأمراض المزمنة أن يتعامل مع الصوم، ويمكن أن نأخذ ثلاثة أمثلة على الأمراض المزمنة: أولا السكري، وثانيا ارتفاع ضغط الدم، وثالثا أمراض الكلى وضعف الكلى. طيب، ولنأخذ أولا السكري. طيب، ما هي يعني الأحكام المترتبة على مصاب بداء السكري؟ طيب، أول يمكن أن نقدم تعريف بسيط للمستمعين عن مرض السكر. مرض السكر عامة ينقسم إلى نوعين: النوع الأول أو تايب 1، وهو مرض السكر الذي ينتج عن عدم مقدرة البنكرياس اللي هو العضو البطني الذي يختص بإنتاج الإنسولين. الإنسولين هو هرمون أو مادة كيميائية تكون مسؤولة عن ضبط مستوى السكر في الدم. فالنوع الأول من مرض السكر هو النوع الأول أو تايب 1. هؤلاء المرضى ليس عندهم المقدرة على إنتاج الإنسولين أصلاً، لذلك يرتفع الجلوكوز في 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 الدم عندهم إلى حد عالي جداً، ويمكن أن يصيب مضاعفات وكذا. النوع الأول هو الأقل شيوعاً، ويعني يصيب عادةً الأطفال وصغار السن دون 30 من العمر. طيب، هذا النوع الأول. النوع الثاني من أمراض السكر، مرض السكر تايب 2، هو المرض الأكثر شيوعاً، ويعني ينتشر أكثر في المرضى يعني البالغين، ودائما يعني يكون في سياق يعني أشياء أخرى مثل زيادة وزن الجسم وكذا. النوع الثاني هو الأكثر شيوعا، والسبب الذي يسبب الذي يعني ينتج عنه النوع الثاني هو ليس فقط ضعف إنتاج الإنسولين، ولكن أيضا ضعف استجابة الأنسجة والخلايا للإنسولين. طيب، النوع الثاني يمكن أن يعالج بالحبوب والعقاقير والحمية وكذا، أما النوع الأول ففي الغالب أنه يحتاج الإنسولين. طيب، هذا عامة يعني تفصيل عن مرض السكر. طيب، مرض السكر نتيجة لهذه الأشياء التي ذكرناها يكون السكر مرتفع في الدم عندهم بأكثر من الإنسان الطبيعي، ويترتب على هذا الشيء احتياجهم للتبول كثيراً، واحتياجهم لتناول كميات كبيرة من الماء على فترات متعددة لأنهم يحسون بالعطش. طيب، ويحتاجون إلى تناول كمية من الأكل الموزعة على وجبات صغيرة مختلفة، وقد يكونوا معرضين للجفاف والجوع الشديد
أو إذا كانوا يأخذوا الإنسولين قد يعني إذا كانت الجرعة أكثر مما يحتاجه جسمهم قد ينتج عنه انخفاض شديد جدا في مستوى السكر في دمهم. طيب مرضى السكر عامة يمكن أن نقسمهم إلى 3 فئات. طيب هذا نتحدث عن تايب 1 تايب 2 يعني النوع الأول والنوع الثاني. طيب النوع الثاني اللي هو أكثر شيوعا اللي هو قد يصيب مثلا أكثر من 70 أو 80% من المرضى هذه قد يحتاج لعقاقير أو قد لا يحتاج يعني في أول في المراحل المبكرة من المرض تكون حالتهم لا تحتاج العقاقير ولكنها تستجيب لتنظيم الوجبات الغذائية وممارسة الرياضة البدنية والحمية الغذائية وكذا فهؤلاء يمكن أن يصوموا ولا خوف عليهم من ذلك لأن مرضهم من النوع الخفيف الذي لا يؤثر عليه الصيام. طيب هذه الفئة الأولى. طيب الفئة الثانية نحن نتكلم عن النوع الثاني من Type 2 Diabetes. النوع الفئة الثانية هو المرضى الذين يعني يعالجوا بالعقاقير أو بالأدوية الطبية بالإضافة إلى برنامج غذاء محدد في مجموعة كبيرة من العقاقير التي يمكن أن تعالج مرضى النوع الثاني من السكر. طيب هؤلاء يعني يأخذوا العقاقير قد تحتاج أن تأخذ مرة ومرتين أو نادرا ما تحتاج أن تأخذ 3 مرات يوميا بالإضافة إلى الحفاظ على الحمية وتناول الغذاء بصورة جيدة. هؤلاء يمكن أن يصوموا ويمكن أن يكون الصيام صعب عليهم يمكن أن يصوموا إذا كان المرض يعني بسيط ويمكن التحكم فيه بمثلا دواء أو عطار واحد يأخذ مرة واحدة في اليوم وكان مستويات السكر عامة منضبطة في أجسامهم يمكن أن يصوموا. أما إذا كان يأخذ مثلا العقار 3 مرات في اليوم أو يأخذ العقاقير بالإضافة لحقن الإنسولين قد يكون الأمر فيه بعض من الصعوبة خاصة إذا كان يعني لديهم بعض المضاعفات التي نتجت من السكر مثل ضعف الكلى أو ضعف عضلة القلب أو خلافه. طيب الفئة الثالثة هم المرضى الذين يتعاطون حقن الإنسولين اللي هم الغالب مرضى النوع الأول. طيب حقن الإنسولين مرضى النوع الأول يحتاج يعني إذا كان تكلمنا عن الطريقة المثالية يحتاج أن يأخذ هذه الحقن 3 مرات في اليوم أو في بعض يعني الأماكن التي يوجد فيها إمكانيات جيدة يعالج بمضخة الإنسولين اللي هي جهاز صغير يزرع في تحت الجلد ويعطي الإنسولين بصورة مستمرة. مثل هذه هؤلاء المرضى يصعب الصيام عليه لأنه يعني يكونوا معرضين لمضاعفات السكر عامة اللي هي ممكن يعني أذكر مضاعفات السكر بصورة عامة هي أولاً الارتفاع الشديد في مستوى السكر مما قد يسبب غيبوبة. طيب هذا إذا كانوا لا يأخذوا إنسولين مثلاً أو يأخذوا أقل من الجرعة التي يحتاجونها أو مثلاً أخذوا وجبة كبيرة جداً فيها كثير من السعرات الحرارية هذا قد يؤدي إلى غيبوبة ارتفاع السكر. الخطر الثاني الذي قد يحدث لمرضى السكر عامة بالذات الذين يأخذون الأدوية والعقاقير وحقن الإنسولين هو الانخفاض الشديد لمستوى السكر اللي نسميه هايبوغلايسيميا. هذه أيضا قد تسبب غيبوبة وضعف في التركيز وقد تكون يعني تهدد الحياة. وفي بعض المرضى يعني قد يكون معرضين لهذا الشيء أكثر اللي هم عندهم السكر لفترة طويلة من الزمن حتى إنه أجسادهم صارت ما يعني تميز انخفاض السكر فهؤلاء يعني على خطر كبير. النوع الثالث من المضاعفات التي قد تحدث هو الحماض الكيتوني نسميه أو الغيبوبة الكيتونية. هذه تحدث نتيجة لارتفاع الأحماض إلى درجة عالية في الدم نتيجة لقلة الإنسولين أو يعني أخذ الإنسولين من غير يعني انضباط السكر يعني عدم التوازن بين جرعة الإنسولين والأكل الذي أخذونه فهؤلاء قد يكونوا معرضين لغيبوبة الإحماض نسميها أو الغيبوبة الإحماضية. طيب مرضى النوع الأول تايب 1 معرضون لهذه المضاعفات بصورة أكثر ولذلك يعني معظم النوع الأول حيكون صعب الصيام عليهم ولكن أريد أن أختم حتى لا يعني أخذ وقت يعني أكثر مما ينبغي بتلخيص ما ذكرت. الأمراض المزمنة عامة أكثرها شيوعا هو السكر النوع الأول والنوع الثاني. السكر النوع الثاني قد يكون الصيام سهل عليهم إذا كان في المراحل المبكرة للمرض يعني يعالج فقط بالحمية وبالتمارين الرياضية وكذا قد يكون الصيام سهل عليهم.
أما النوع الأول اللي هم يحتاجوا للإنسولين، الصيام يكون أصعب عليهم لأنهم يكونوا معرضين للمخاطر التي تحدثنا عنها. طيب، آخر شيء أختم به هو من يحدد إذا كان هذا المرض يعني يبيح الفطر أم لا؟ طيب، يحدد هذا الشيء أولاً المريض نفسه. المريض نفسه إذا عرف من نفسه بالخبرة وبالتجربة أن هذا المرض يعني شاق عليه ولا يستطيع أن يتحمله، أو قد يؤدي إلى المضاعفات أو تأخر البرء، عليه أن يفطر هو بنفسه. ثانياً، الطبيب الحاذق الثقة، ويفضل أن يكون مسلماً إذا أخبر المريض بأنه يعني مرضه يعني المخاطر عليه عالية وكذا، فللمريض أن يفطر. هذا هو الذي يحدد إذا كان المرض يعني يتيح أو يبيح الإفطار أم لا. يمكن أن أتوقف هنا وأضع المجال لأختي سالي إذا كان في أسئلة يمكن أن أجيب عليها. شكرا جزيلا دكتور الوليد. I think I'm going to summarize it. حعمل summary للكلام اللي قلته، بعد ذاك بنبدأ الأسئلة والأجوبة. So to summarize it in English, you know, it was very valuable information. But Dr. Al-Waleed had mentioned that although fasting is really important and Ramadan is really important, and all of us, we really do enjoy practicing it. It's this holy month. There are chronic illnesses that don't allow us to do it safely, to fast safely. But there are many types of chronic illnesses, and Dr. Waleed mostly talked about diabetes. So he talked about type 1 and type 2. And, you know, it was type 1. Of course, he did a fantastic job explaining the difference between type 1 and type 2. But to summarize what he said about how they relate to fasting is, with type 1, usually you take insulin injections, and this can be difficult for patients to fast because your body does not produce insulin. With type 2, it depends on how you're managing type 2. It could either be by, you know, you might take some pills. It might just be your lifestyle, your, you know, exercising and dieting and all of that. But the most important thing that Dr. Obi had mentioned was that you, the patient, should be the decider. As he said, you know, Allama Amar bil Halak. And so, you know, Allah did not expect us to die just because we want to fast and we want to practice fasting during Ramadan. So to take care of yourself, to listen to yourself, to listen to your body, and of course, to listen and talk to your doctor to see if it is possible for you to safely fast. So thank you, Dr. Reed. I hope I summarized what you had said. And if there's anything that you want to add to that, please do so. Well said, well said. Let's try to see if there are any questions. We can go ahead and answer them. هل ممكن مداخلة بسيطة؟ اتفضل. عفوا دكتور الوليد، بالنسبة للمرضى أنا يعني أعطيهم تحذيرات قبل رمضان ما يبدأ، خصوصا المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة. في البداية أخبرهم أنه لابد أن يتواصلوا مع الدكتور الذي يعالجهم. هذا أمر حيوي جدا لأي مريض قبل أن يبدأ رمضان. أما أن ينتظر لرمضان أن يبدأ وبعد ذلك أن يسأل، فهذا يعتبر متأخر الأمر. فلا بد لكل مريض حسب مرضه يبدأ يتكلم مع الطبيب المعالج أو الأخصائي المعالج الذي يقوم بعلاجه لفترة طويلة ويعرف حالته بدقة، كما ذكر الدكتور الوليد بالنسبة لمرضى السكر. أنا أنصحهم أنهم يتواصلوا مع الدكتور تبعهم قبل أن يبدأ رمضان، حتى نعرف أولاً هل هو الإنسان نفسه هذا يستطيع أن يصوم أم لا.
هل الصيام سيؤثر عليه أم لا. الطبيب يعرف من التاريخ المرضي لهذا المريض أنه نسبة السكر عنده بتحليلات معينة، تحليل الهيموغلوبين A1C، يعرف التاريخ المرضي، كيف نسبة السكر في الدم، هل هي مستقرة، هل بإمكان الإنسان أن يعني حتى التاريخ المرضي اللي هي الانخفاض والارتفاع اللي كان يتكلم عليه الدكتور الوليد، وأنا يعني completely agree with that. يعني very important أن الشيء مهم جدا للإنسان أن يعرف أولا تاريخه المرضي أنه مستقرة حالته حتى يستطيع أن يبدأ. ودائما أنصح الناس أن يبدأوا باستشارة الطبيب للأسباب التالية إذا سمحت لي. السبب الأول to ensure your ability to fast, إنه to make sure يعني إنه كويس أنت عندك قابلية إنك تصوم. السبب الثاني to adjust medications dosages if necessary, لأنه أحيانا تأخذ الأدوية تحتاج إلى تغيير الدواء نفسه. يعني حتى دواء السكر اللي بيأخذ مثل الميتفورمين، دواء أو الجلوكوفاج اللي عندهم في الدول العربية، هذه أدوية بتخفض السكر. احتمال الإنسان ما يحتاج هذه الأدوية بنفس الجرعة اللي كان يأخذها قبل رمضان، لأنه في الصيام درجة السكر بتنخفض. فإذا كان الإنسان بيأخذ كمان أدوية تخفض السكر فممكن يؤثر أكثر على المريض ويصاب بمضاعفات أكثر وأكثر. فلهذا يعني تغيير الجرعات يعني very important. السبب الثالث to discuss the side effects of medications that may interfere with fasting. بعض الدكتور حيناقش مع الطبيب مع المريض الأعراض الجانبية من هذه الأدوية، لأنه أحياناً ممكن تسبب انخفاض في السكر، أو بالنسبة لمرضى القلب يعني إذا أضفنا لذلك، أو أي مرض آخر نفس الحكاية، تكون هذه الأدوية ممكن تؤثر على صيام الإنسان وعلى درجة تقبله للصيام. The other factor is to change frequency of medications to accommodate fasting schedule. معناه إنه الدكتور لأنه إذا كان الإنسان بيأخذ العلاج مثلاً 3 مرات في اليوم في رمضان مش هيقدر يعمل هذا، فلازم يغير الجرعات. يعني الآن الحمد لله في عندنا أدوية ممكن تؤخذ 2 مرات في اليوم، ممكن يأخذها بعد الإفطار وممكن يأخذها قبل السحور، وفي عندنا أدوية الآن أيضا بعض المضادات الحيوية بعض الأشياء الثانية أيضا ممكن تأخذ 1 مرة في اليوم وتكون نسميها extended release، يعني بتأخذ وقت طويل إنها تخرج في الجسم وتنتشر، ما يحتاج الإنسان يأخذ أكثر من جرعة واحدة في اليوم. فزي هذه الأشياء دكتورك حيعرف بالضبط يعني إيش ممكن الأدوية اللي ممكن نغيرها لك، نغير السكيدول، نغير البرنامج في رمضان، وكيف الأدوية حتى الأدوية التي ممكن أن تعطى وتأخذ. Lastly وآخر نقطة هي for close monitoring of your health condition throughout the month of Ramadan. Very يعني حيوي جدا هذا الأمر، لأنه إذا الإنسان أراد أن يصوم فلا بد أن طبيبه بيتابعه في خلال رمضان، يعني على أساس يشوف حالته مستقرة ويمكن يستمر في الصيام. لأنه لو صار للإنسان أي انتكاسة زي ما قال الدكتور الولي وبدأ السكر عنده إما يرتفع بشكل كبير أو ينخفض بشكل كبير إلى درجة أن يصاب بإغماء وكذا، فالدكتور في هذه في تلك الحالة لازم يعني حيخبر المريض يقول ليس من مصلحتك أن تستمر في الصيام. فلهذا استمرار الإنسان مع الطبيب والتواصل مع الطبيب في خلال رمضان يعني هذا بينفع الإنسان إنه يكون
يعني healthy during رمضان، إنه يكون صحيح وإنه ما يكون عليه إن شاء الله مشاكل بإذن الله ويرضي الله سبحانه وتعالى. جزاك الله. جزاك الله خير. كان في سؤال جاء دكتور الوليد، إنه هل هناك أي محاذير بالنسبة لـ type 2 diabetes؟ And in English, you know, are there any signs and symptoms somebody who is a type 2 diabetic that wants to fast or is fasting that should be on the lookout for? طيب كما ذكرت يعني عامة تايب 2 يعني ليس كلهم سواء، يعني المرضى يختلفون، بعضهم يعني مرضه خفيف وبسيط ويستجيب فقط للحمية الغذائية والرياضة البدنية وتخفيف الوزن، ومستويات السكر عنده ليست عالية جدا، مثلا السكر التراكمي هذا الذي يعكس مدى انضباط السكر لفترة شهرين أو ثلاثة أشهر، يكون مستوى السكر التراكمي عندهم منخفض، وليس عندهم مضاعفات مثل يعني مثلا ضعف الكلى أو ضعف عضلة القلب أو شيء، ولا يأخذون العقاقير والأدوية، أو حتى وإذا احتاجوا أن يأخذوها ممكن يكون مثلا واحدة في اليوم أو شيء، هؤلاء يمكن أن يصوموا مع المراقبة الدقيقة لمستويات السكر في أثناء الصيام. أنصح يعني قياس السكر في الدم للتأكد مرة أو مرتين على الأقل في أثناء اليوم حتى يتأكدوا. طيب فهؤلاء المرضى يمكن أن يصوموا مع المراقبة وكذا. الطرف الآخر من المرضى هم المرضى الذين لديهم تايب 2، هو النوع الثاني لفترة طويلة من الزمن، وترتب عليه إنه مثلاً يحتاجوا يأخذوا العقاقير مثلاً مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، أو يأخذوا الإبر الإنسولين، وصارت لديهم مضاعفات من مرض السكر مثل ضعف الكلى أو ضعف النظر، أو صارت عندهم مستويات السكر عالية جداً أو متغيرة، يعني ترتفع وتنخفض، ترتفع وتنخفض بصورة مترددة مثلا، وصار يعني لديهم ضعف في الإحساس بانخفاض السكر. هذه مشكلة، يعني المرضى الذين عندهم سكر لفترة طويلة من الزمن قد يحدث عندهم ضعف بالإحساس بانخفاض السكر، مما يؤدي إلى أن ينخفض السكر لمستويات متدنية جدا ولا يشعرون به، حتى يعني يذهب أحدهم في إغماء أو صدمة أو شيء. هؤلاء يعني الصيام سيكون يعني يشكل خطورة عليهم، يعني ولا أنصح بمثل صوم هؤلاء. وبين طرفي هذا النقيض، يعني النوع الأول الذي ذكرته أولا والنوع الثاني الذي ذكرته ثانيا، طبعا يوجد مجموعة كبيرة جدا من المرضى، وهؤلاء يعني يكون مرجعهم للواحد بنفسه وتقييمه لحالته، وبالإضافة ل طبيبه ونصيحته له إذا كان ينفع له الصيام أم لا. طبعا يعني نحن اليوم لا نقصد أن ننزل كلامنا على مريض معين يعني بحاله، لا أقصد مريضا معينا يعني، ولكن أقصد توجيهات عامة. يعني فمرة ثانية ألخص، هناك مثل طرفي النقيض، الطرف الأول مرضهم خفيف جدا ولا يحتاجوا لكثير أو يحتاجوا لعقار واحد أو شيء، هذا قد يكون الصيام جيد لهم وقد يشكل حمية لهم ولا يضرهم بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يصوم. الطرف الثاني هو المرضى الذين لديهم مضاعفات أو مستوى السكر عندهم عالي جداً ومنخفض ويعلو باستمرار، تراكمي عندهم عالي ويحتاجوا لأن يأخذوا مجموعة من العقارات والإبر الإنسولين، هؤلاء قد يكون الصيام خطر عليهم ولذلك لا ننصح بصيامهم. وبين هذين الطرفين يوجد مجموعة من المرضى يمكن لا يمكن أن ينزل كلامنا عليهم، ولكن يمكن أن يأخذوا نصح طبيبهم ويروا من أنفسهم هل يستطيع أن يقوم بهذا الشيء أم لا. شكرا جزيلا دكتور الوليد. To summarize the point is you know that I think he said the most important thing is just to be sure that, you know, if you are fasting, you should check your glucose level. Make sure that you continue to check it on daily basis, once a day or twice a day. And then he also brought up the importance of also, yeah, recognizing
you know, how your glucose level has been in the past. Has it been really high? Has it been really low? Is there imbalance that you need to take care of and talk to your doctor about? And also one of the signs or things to look out for is the insensitivity. Like if you're becoming really insensitive to seeing, figuring out how high or how low your glucose level is, it could unfortunately lead to coma or bigger issues. And you know, last but not least, he said that these are all general advice. This is all general advice, and it depends on the person. But to be proactive and talk to your doctor about it, because it differs from case to case. So thank you, Dr. Walid. If there are no other questions, I don't see any. We're gonna go ahead and transition to talking to Dr. Shabib Al-Hadri. شكرا جزيلا لوجودك الليلة معنا يا دكتور شبيب وإن شاء الله نسمع كلامك عن الكورونا ونصائحك عن الكورونا وتفضل. تخيلي في ميوت يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا للاستضافة ورمضان مبارك علينا وعليكم أجمعين نسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام والدعاء وأن يحفظنا جميعا من هذا الوباء وهذا البلاء في مشارق الأرض ومغاربها طبعا بالنسبه لل هذا الوباء او جائحه كورونا الى الان كما تعرفون لا يعرف له علاج وان هو عباره عن فيروس اصاب العالم باكمله نسال الله ان يزيله عنا قريبا ان شاء الله وسبب كثير من المشاكل للناس وانتم تسمعون من الاخبار والاخبار الطبيه والاخبار غير الطبيه والشائعات وغير الشائعات والحقائق والاوهام لكن بالاجمالي هذا مرض كاي مرض اخر من الأشياء التي المشكلة أنه يسبب أشياء كثيرة في الجسم ويؤثر على أجهزة كثيرة في الجسم جهاز التنفسي جهاز القلب وأجهزة والكلى ويعني وغيرها من الأمور حتى إلى الآن وجد أيضا تأثيره على تخثر الدم وتسبب في جلطات في الأوعية الدموية وكثير من هذه الأمور وإلى الآن ما زال العلماء والباحثين يبحثوا عن طرق معينة لمحاولة يعني دفع هذا البلاء وعلى الأقل التقليل من أضراره لأنه دائما عندما يبدأ شيء جديد يكون كثير من التخبطات هنا وهناك ويبحث كل إنسان عن علاج وكذا فهذه الأمور يعني تأخذ وقتها لكن الحمد لله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى أن هيأ بعض الباحثين أن يكتشفوا أن يعني مصل أو لقاح أو فاكسين لهذا الأمر والحمد لله بدأ يفعل مفعوله ولكن كما نعرف أن العلاجات دائما ممكن أن تأتي بأعراض جانبية وممكن تؤثر على الإنسان فالدول والجمعيات الطبية تحاول قدر الإمكان أن تصل إلى لا نقول علاج ولكن دفع
هذا المرض والتقليل من الأضرار الجانبية التي يمكن أن تحصل منه. والحمد لله بفضل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا ثم بفضل هذا اللقاح أو الباكسين بدأنا نرى أن حدة المرض بدأت تنخفض ودخول إلى المستشفيات والعنايات المركزة بدأ أقل بفضل الله سبحانه وتعالى وبدأ الأطباء أيضا يكتسبوا مهارة في التعامل مع هذا المرض. يعني نحاول أن يكون القلق الكبير المتواجد للناس أن يقل مع الأيام إن شاء الله ويكون الإنسان يعني واثق من أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام قال ما أنزل الله داء إلا وأنزل له الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والنقطة أيضا في بعض حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا صادف الداء الدواء برئ بإذن الله. سو هنا مشيئة الله سبحانه وتعالى هي التي تحكم. قد يكون الإنسان يعني يعطى الدواء هذا الدواء نفس الدواء لمريض ومريض آخر، واحد منهم يستجيب والآخر لا يستجيب. هذا دليل على إنه الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يتعلق الإنسان بالدواء ولا يتعلق باللقاح، وإنما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فيبقى يعني إيمانه الكامل بأن الله سبحانه وتعالى هو الشافي هو المعافي. وما هذه الأمور إلا أسباب، بس الحمد لله رب العالمين ورأينا في فترة أنه بدأت حالات الوفيات تقل بكثرة، خصوصا كما تعرفوا في أمريكا عندنا يعني تجاوزنا نص مليون الآن، حوالي نص مليون وخمسين ألف، يعني سبحان الله، يعني سأل الله أن يلطف بنا جميعا. بس الحمد لله بدأت تنخفض هذه الحالات في الفترة الأخيرة بسبب ظهور بعض الـ variants اللي هي التطورات جديدة في نفس الفيروس. المشكلة في هذا الفيروس إنه يغير زي ما يغير جلده، كل ما يشوف إن إحنا نقدر نسيطر عليه قام غير جلده إلى تغيير ثاني، وبدأ في مكان معين وبعدين ينتشر لمكان آخر. فبدأنا نرى النوعية البريطانية والنوعية البرازيلية والنوعية الأفريقية الجنوبية والآن الهندية، وكل سبحان الله كلما توصل العلماء إلى لقاح أو طريقة للسيطرة عليه بدأ يغير من التركيبة الوراثية له إلى درجة أنه النوع اللي يظهر يكون درجة الانتشار أعلى. فسبحان الله شيء عجيب، يعني الله سبحانه وتعالى يرينا يعني قدرته سبحانه وتعالى. الواحد يتمسك بحبل الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. يعني الحمد لله ما زالت الأمور يعني في تطور إيجابي. صحيح إنه بتنتج مدى تنتشر ويرتفع وينخفض، فهذه هي المنسوب يرتفع وينخفض بالنسبة للحالات، ولكن الأشياء الأخرى التي يجب على الإنسان أن يحافظ عليها وهي السلوكيات تجاه هذا المرض. لا يقلل الإنسان من شأن هذا الفيروس ويبدأ يعني يقول الأمور صارت عادية ولازم خلاص نجتمع ولازم نتحاضن ولازم نحضر الحفلات الكبيرة. يعني فلهذا لابد من اتباع الإرشادات من اللجان العلمية المتخصصة بالتباعد الاجتماعي،
يبقى الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يعني يلبس الماسك أو القناع أو whatever you wanna call it, يعني يحاول يعني إنه يجتنب هذه الأمور, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا. والدين يعني إذا كان الإنسان لا يوردن مصح ممرض على مصح, يعني هذا يعني تطبيقات سبحان الله عملية من السيرة النبوية, أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون إذا كان الإنسان مريض فلا يجب عليه أن يذهب إلى مكان لينقل العدوى إلى الآخرين. ولهذا إذا سمعتم الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يقول إذا سمعتم الطاعون في أرض فلا تخرجوا منها ولا تخرجوا ولا يعني ما تدخلوا إليها ولا تخرجوا منها. فهذه أمور يعني سبحان الله في الشريعة موجودة عندنا يعني في من بديهيات الشريعة حتى يستطيع الإنسان أن يقاوم هذه الجائحة. للأسف إلى الآن ما فيش دواء معين نستطيع أن يقضي على هذا الفيروس, لكن أهم شيء الاحتياطات والتدابير التي يفعلها الإنسان هي التي بإذن الله سبحانه وتعالى ستحفظ هذا الإنسان من الحصول على العدوى. بس وجود الفاكسين بفضل الله سبحانه وتعالى له تأثير إيجابي, وبدأ يعني يقلل من حالات الخطيرة جدا التي ممكن تؤدي إلى الوفاة لا سمح الله في بعض الناس. المشكلة في أن الناس اللي عندهم أمراض مزمنة هؤلاء هم القوى الأضعف في مقاومة هذا المرض, لأنهم يعني بالأصل أن الجسم ضعيف لا يستطيع أن يقاوم بعض الأمراض, فيأتي مرض آخر أو يأتي جسم غريب لتأثير على مناعة هذا الشخص والذي بالأصل مناعته ضعيفة. فهؤلاء لابد أن ينتبهوا أكثر, ونحاول نحن قدر الإمكان يعني الناس اللي يعني بيخالطوهم أنه يحاول إذا كان الإنسان مصاب يبتعدوا عنهم ولا يقتربوا منهم ويؤثروا عليهم وينقلوا إليهم العدوى. فهذه الأمور هي الأمور التي تنفع. بالنسبة للفاكسين طبعا كل دولة بدأت تعمل في هذا المجال, وطلعت لقاحات كثيرة تقريبا في روسيا والصين والآن تركيا وفي أمريكا وفي بريطانيا. فالحمد لله يعني هذه اللقاحات تأتي بنتائج طيبة إن شاء الله. طبعا في بعض اللقاحات وجدوا لها مضاعفات مثل اللقاح البريطاني أسترازينيكا سبب بعض التجلطات في بعض المرضى وخصوصا من النساء. إلى الآن العلماء ما زالوا محتارين يعني لماذا من 20 مليون حالة أخذت اللقاح 10 20 30 70 تأثرت وأصيبت بالجلطات. فإلى الآن لا يوجد أي جواب شافي يعرف هذا السبب. قد يكون ما زالوا هم في دراسات الآن, قد يكون هؤلاء لديهم مشاكل في التجلط الدم أو في تخثر الدم أو يأخذوا علاجات إلى كانوا من قبل, فما يدروا إلى الآن إيش ما هو السبب الحقيقي وراء ذلك. الآن في عندنا في أمريكا اللقاح جونسون أند جونسون اللي هو مفروض يكون جرعة واحدة فقط من اللقاح, اكتشفت حالات بسيطة جدا يعني 6 حالات 7 حالات يعني ما من 7 مليون استلموا اللقاح. فما زالت الآن البحوث
تنتشر، فمفروض الناس لا يقلقوا يعني بشدة. هذه الأمور تحصل، وناس يصابوا بمضاعفات حتى من أخذ أحيانا التايلينول اللي هو اللي عندكم بارامول، ولا البنادول من الأسبرين، مضاعفات من أي دواء، مضاعفات من حتى في بعض الأطفال من اللقاحات اللي تعطى للأطفال. فدرجة استجابة الجسم ليش بعض الناس يصيبهم ليش ما هذا ما أحد يعرف السبب إلى الآن، وكله يعني ما زالت الأبحاث تجري في هذا الأمر. فأنا أنصح يعني الإخوة والأخوات من كل مكان، في كل مكان يعني في العالم، أن يأخذوا اللقاح إن شاء الله، لأنه على الأقل واحد يعمل شيء من الوقاية، يقي نفسه على الأقل من الأمراض القوية اللي ممكن تترتب على هذا الفيروس الذي إلى الآن ما زلنا في طور معرفته بشكل أكبر. إن شاء الله أنا أتوقف هنا، إن شاء الله إذا في أسئلة للإخوة والأخوات، وإذا في إضافة الدكتور الوليد يضيف، لأن أنا لست بخبير في هذا، أنا مجالي في القلب، أفتيكم في القلب، لكن في مجال هذه الفيروسات نحن نتيه فيها، لأنه حتى المتخصصين بالفيروسات هم تايهين نفسهم يعني. فمعليش خذوها من طبيب قلب، واسمعوا من طبيب الكلاب أيضا. جزاكم الله خير. جزاك الله كل خير دكتور شبيب. كلام مفيد وكلام مهم جدا، فشكرا جزيلا على النصائح وعلى المعلومات. And then we'll summarize in English, and then there are a couple of questions that that have come up. But to summarize everything that he said is that, you know, COVID or corona, it's a virus. There is no cure for it yet. It's new. But even really with any illness, Rasul sallallahu alayhi wa sallam said that there isn't an illness that doesn't have a cure. So, inshallah, just like we found a vaccine or a few vaccines that help protect us from corona, inshallah, we'll actually find a cure one day. And so I'm glad that, Dr. Shibi was very, optimistic, of course, in terms of, finding a vaccine and finding a cure. I recommended that everyone does get vaccinated. And even though with all the news and the media, the stories that we hear, there are very, very few cases that have where a vaccine actually caused issues. So he highly recommended that people get vaccinated. In addition to, of course, staying safe, wearing your masks, and just making sure that, especially if you have a chronic illness, there could be a lot more side effects. So just be sure that you stay safe even after you get vaccinated and you continue to wear your mask. And then I see a question that came in. وفي سؤال جاء من الأخت مستورة. حقرأ بالإنجليزي أنا مترجم بالعربي. How can we protect ourselves from being diabetic? And, I think she's asking how do you prevent diabetes, which is a long topic, but I would love for either Dr. Al-Waleed or Dr. Shabib to just tell us how can we prevent diabetes. السؤال بالعربي كيف إنه نحمي نفسنا من السكري. فدكتور الوليد أو دكتور شبيب لو عندكم أي نصائح لنا بنحب نسمعها. تفضل دكتور وليد. طيب أوكي طيب يعني سؤال جيد. عامة يعني السكر فيه عوامل وراثية منه لا نستطيع أن نتحكم فيها بقدر الله سبحانه وتعالى، وفي عوامل غير وراثية بالذات النوع الثاني.
العوامل الغير وراثية هي تتعلق ب مدى يعني صحة الإنسان عامة يعني. فمرض السكر من النوع الثاني يكثر انتشاره في البالغين كبار السن، بالذات الذين لديهم بعض العادات أو الصفات مثل زيادة الوزن المفرطة وقلة الحركة وعدم الرياضة وزيادة الوزن وتناول المأكولات ذات السعرات الحرارية الكثيرة جدا مثل السكريات والنشويات وكذا. لذلك نجد هذا المرض يكثر انتشاره بصورة كبيرة في الدول التي يعني فيها يعني معظم بالغيها يعني لديهم هذه الأشياء التي ذكرتها، ويقل في الدول التي لا توجد فيها هذه الأشياء. فلذلك يعني إذا كان من نصيحة لتفادي السكر هي الاهتمام بالأشياء الصحية اللي هي نسميها health lifestyle health lifestyles such as مثل العناية بالتناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على الكثير من الخضروات والفواكه والدهون قليلة، والابتعاد عن الأدوية الغنية بالسعرات الحرارية مثل السكريات وكذا، والحركة باستمرار على الأقل نصف ساعة معظم أيام الأسبوع، رياضة تكون يعني يتحرك فيها القلب ويزداد نبضاته وكذا، الابتعاد عن المحافظة على الوزن المثالي، وذلك يمكن يعني بصورة تقريبية بقياسه بمعدل كتلة الجسم اللي هي نسميها Body Mass Index should be less than 25 preferably. فعامة هذه الأشياء التي يمكن التحكم فيها يعني أو لتقليل الإصابة بمرض السكر بالذات النوع الثاني الذي هو يعني يكثر في البالغين. أكفيك المؤونة يا سالي and then I could just give a quick English translation for this. It's a good question. There are some genetic factors and some non-genetic factors. The genetic factors, obviously, you cannot do much about them. It's how your genes are based on what you inherited from your parents. But the non-genetic factors include increased body weight, which it could be estimated by the body mass index. So anything more than 25 is overweight. So you want to keep yourself, your weight within the healthy targets. Increasing unhealthy diet, which is rich in carbohydrates and sugars and things like that. Decreased physical activity. So for the most part, these are the things which make people much more likely to develop diabetes. And therefore, diabetes type 2 is seen much more in countries where these kind of patterns are seen in adults, and it's much less in countries that the people don't have these kinds of traits. So to summarize, in order to minimize your chance of diabetes, eat healthy food, lots of fresh fruits and vegetables, less fats and less sugars. Keep a healthy lifestyle in terms of exercising at least half an hour most days of the week. And try to keep your weight within a healthy, reasonable range. By applying these things, you will minimize your chances of developing diabetes. Okay. شكرا جزيلا دكتور الوليد. دكتور شبيب في أي إضافة؟ ما شاء الله يعني عربي وإنجليزي كله تمام. I agree. Yeah, we call healthy lifestyle. That's what we advise our patients also in the cardiology. هذه الأشياء اللي بننصح فيها المرضى بالقلب هي نفسها الأمور يعني سواء لمرضى السكر، مرضى القلب، مرضى الكلى يعني هذه هي ال principles or the basics اللي هي healthy lifestyle اللي هي الأسلوب الغذائي الأمثل الصحي. أيضاً أضيف بس حاجة واحدة اللي هي الستريس القلق والأرق هذه الأمور كلها ممكن ترفع الضغط ترفع السكر وترفع أيضاً تأثر على القلب وتؤثر على الأجهزة جميعاً. فلهذا الإنسان يحاول يتعلق بالله أكثر
ويعني يترك الأمر لله سبحانه وتعالى، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. اللي مش فيك مش حيجي عليك، يعني خلاص الله سبحانه وتعالى قدر هذا الأمر. الإنسان يقول شاء الله وقدر، خلاص يعني يتمسك بحبل الله سبحانه وتعالى. صحيح الأمور الآن على بالنسبة لهذا الفيروس والناس تقلق كثيرا، فهذه الأمور كان ممكن تؤثر على صحة الإنسان أيضا، وممكن أنت يعني تؤثر على القلب، وتؤثر على نسبة السكر في الدم، وتؤثر على أشياء كثيرة جدا. فلهذا الإنسان يحاول بقدر الإمكان إنه يعني يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويرضى بقدر الله سبحانه وتعالى. ومن أصيب إن شاء الله إذا كتب الله له الشفاء، ومعظم الناس يشفوا من هذا المرض إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى سيتولاهم جميعا. ومن توفى نسأل الله له الرحمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا من الشهداء، لأنه المبطون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المبطون له أجر الشهيد أو كالشهيد. فلهذا يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويترك الأرق ويطلق القلق، يعني يحاول أنه ينام بشكل صحي، يتحرك بشكل صحي، أن الحركة بركة زي ما قال الدكتور الوليد. يعني مهم جدا الإنسان يتحرك. هذه كلها النصائح التي أعطيها يوميا لمرضاي، يعني وخصوصا لمن كان عنده زيادة في الوزن أو عنده مرض في القلب. يعني هذه جزاه الله خير دكتور وليد، يعني ما قصر في هذا الأمر. بارك الله فيك دكتور شبيب، كلام مهم وكلام إيجابي very positive. إن شاء الله ربنا يزيل البلاء. في سؤال كان جاء عن الحساسية، إنه في واحد سأل إنه عنده حساسية من الأدوية وبعض الأكل، هل ممكن يطعم ولا ما يطعم؟ الطعام يعني ياخذ الفاكسين؟ ياخذ الفاكسين، نعم الفاكسين. يعني بالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه لابد يسال استشاري الحساسيه في اي شيء هو مثلا متحسس، لانه نعرف انه في بعض الامور، بعض المرضى مثلا حتى في الاطفال اذا عندهم حساسيه للبيض او حساسيه لمأكولات معينه ممكن ياثر عليهم التحصينات اللي يعطوها في الأطفال. فأنا أفضل إنه الإنسان يستشير المتخصص في هذا المجال ليعرف بالضبط هل ممكن يتحسس لهذا الأمر. إلى الآن ما وجدنا أي تقارير تذكر إنه الناس تحسسوا الفاكسينز، إلا إذا كان الإنسان يعني عنده حساسية شديدة جداً لبعض المكونات التي تدخل في صناعة هذه العقاقير أو هذه اللقاحات. فأنا أفضل إنه الإنسان يتواصل مع الطبيب الحساسية، وممكن يعملوا له تيست، يعني يعملوا الاختبار ويشوفوا اذا كان في يعني. بس الحمد لله الان ما وجدنا انه في ناس يعني تاثرت بشكل كبير من يعني اخذها للفاكسين بشكل الحساسيه، والله اعلم. الا اذا كان الدكتور الوليد عندكم حالات هناك وكذا، بس الى الان انا ما وجدت شيء يعني. ولا انا كما تفضلت، يعني الآن قرأت أن حتى المرضى الذين لديهم تحسس شديد من بعض أنواع الأطعمة والبينس والفول السوداني وكذا، هذه لا يعني ليس لها تداخل أو تعلق مع الفاكسين، ويمكن أن يأخذه. يعني حتى المرضى الذين لديهم تحسس من كثير من أنواع الأطعمة يمكن أن يأخذوا اللقاح بصورة طبيعية يعني. شكرا جزيلا دكتور الوليد دكتور شبيب. To summarize in English, the question was about allergies, and if somebody has allergies to either food or other medicine, what can they actually take the
COVID vaccine or not. And both Dr. Shabib and Dr. Al-Waleed have agreed that they should, but they should absolutely check with the allergist first, check with your doctor first to be sure that you're not allergic to anything that's actually in the vaccine. But from both of what they've been seeing in their practice, that there've been very few cases of severe allergies. So both of them do recommend that you do get vaccinated. And of course, if you have any concerns, to check with your doctor first. في أي أسئلة تاني؟ Any other questions? شكرا جزيلا يا دكتور الوليد وشكرا جزيلا دكتور شبيب. ممكن إضافة واحدة بسيطة إن شاء الله. إن شاء الله. الحقن في شهر رمضان لأنه قد يتساءل البعض. ورأيت أن الناس كثير يتساءلوا هل يمكن أن أخذ الفاكسين اللقاح وأنا صائم؟ الحمد لله يعني معظم قراءاتي من العلماء اللي ذكروا حتى المجامع الفقهية يعني ذكروا أنه لا يفطر، أن الإنسان ممكن أن يأخذ اللقاح وإن شاء الله ما يؤثر على الصيام. بشكل عام ممكن بس to summarize يعني تلخص الحقن في شهر رمضان. الحقن بشكل عام تنقسم إلى ثلاثة أنواع من الحقن. الحقن الـ subcutaneous اللي نسميها تحت الجلد، هذه زي حقن الإنسولين، حقن الـ blood thinner اللي يساعد على عدم تخثر الدم، بعض زي ما الهيبرين مثلا اللوفناكس، بعض الأشياء هذه لا تؤثر على الصيام، لا تؤثر على الصيام. هذا النوع الأول اللي هو subcutaneous أو تحت الجلد، حقن صغيرة جدا يعني يأخذها الإنسان ما تؤثر على الصيام. النوع الثاني اللي هو المسكولر أو intramuscular في العضل، الحقن العضلية، وهذه أيضا لا تفطر كما قال العلماء، ويشملها المضادات الحيوية إذا أعطيت عن طريق العضل، pain killer يعني أحيانا تعطى الأدوية المضادة للآلام ما تؤثر، الفيتامينز إذا كان تأخذ للمرض ليس للتقوي يعني الفيتامين بي 6 بي 12 هذول الستة فيتامين بي 6 وفيتامين بي 12. بعض المرضى اللي عندهم مشاكل في الإحساس وتأثروا بالدايبيتيز بالمرض السكر يأخذوا بعض الحقن، هذه تساعدهم على الحركة، تساعدهم على عدم حصول الآلام الشديدة في الأرجل كده. هذا ما يفطر. الفاكسينيشنز إن جنرال يعني كل كل اللقاحات لأنها في العضل ولا تدخل في مجرى الأكل والشرب من الفم فتعطى بالعضل لا تفطر. الألرجي شاتس حتى الألرجي شاتس يعني الناس اللي بياخذوا حقن خاصة تساعدهم على عدم التحسس كده لا تفطر هذه أيضا لأنها تؤخذ عن طريق العضل or intramuscular it's called. The third type, النوع الثالث اللي نسميها intravenous في الوريد، اللي تؤخذ في الوريد، الحقن اللي تؤخذ في الوريد two types نوعين. في أدوية اللي هي العلاجات medications زي antibiotics وال other medications that we give to patients، قال العلماء أن هذه لا تفطر إذا كانت تؤخذ للعلاج. النوع الثاني من ال IV or intravenous اللي هي for nourishment or nutrition اللي بتستخدم للتغذية، يعني يأخذ الإنسان مغذية السوائل المغذية blood transfusion اللي هو اللي هو نقل الدم
or supplemental vitamins, الأشياء الفيتامينات اللي يأخذها الإنسان عشان يتقوى. وهذا to defeat the purpose of fasting. يعني هذا بيأثر على الصيام، لأنه الصيام هي أن يضعف الإنسان قليلا حتى يحس إنه مش يمشون الجبار، يعني يحس إنه إن الإنسان ضعيف وأنه بيحتاج إلى قوة الله سبحانه وتعالى ليتقوى. فما يحس الإنسان إنه يعني لازم يأخذ فيتامينات وكذا أساس إنه يتقوى. هذه تفطر إذا كانت تؤخذ لهذه الأمور. بالنسبة للإنسان الصائم إذا وصل إلى درجة أنه يحتاج إلى مغذية IV fluids، معناه يعني حالته مش كويسة، يعني he has to go to the ER، يعني لازم يذهب إلى الطوارئ، يعني لا بد أن يوقف الصيام. الإنسان سبحان الله لا يرمي بنفسه إلى التهلكة كما يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نعيش إن شاء الله في صحة وعافية. فهذا بإجمالي to summarize it، يعني we have three types of injections: the intramuscular subcutaneous under the skin, like insulin injections, Lovenox, heparin. These are the blood thinners that we use. These are okay to take while fasting. The second type is intramuscular, inside the muscles, and like antibiotics, analgesics, like painkillers, even vitamins that used for treatment, not for nourishment. Vaccinations, including the COVID vaccine, and allergy shots. These are some examples that will not validate your fast. So it will not affect your fasting if you're taking it while fasting. The third type is what we call the intravenous, or through the veins. There are two types of these intravenous. There are type one is the what we call the medications that people they take. These are not affecting your fasting according to the scholars. Is if you're taking it like the antibiotics or something that a medicine that you need to take it. The second type is what we use for nourishment or for nutrition, and those IV fluids like blood transfusion, supplemental vitamins. These will break your fast, inshallah. So inshallah, I get you, but I'll tarjim you, inshallah. Inshallah, thank you so much. Shukran jazilan على المعلومات. الأخ عمر كان رافع يده. عندك سؤال يا الأخ. شكرا سالي، شكرا دكتور شبيب، شكرا دكتور وليد وكل المنظمين للندوة القيمة لي. عندي سؤال، ماذا ينصح الدكاترة للذين يعانون من مرض السكر بنوعيه وهم صائمون؟ My question is, or thank you Dr. Shabib, Dr. Waleed and all the organizers. My question, what's the doctor's advice for those who suffer from diabetes, the type 1, type 2, who are fasting? Thank you very much. Should I go ahead? Sally? Go ahead, Dr. William. All right. طيب أولاً كما ذكر أخي دكتور شبيب، أنا يعني الأفضل هو قبل رمضان أن يعني يقيم الإنسان حاله ونفسه ووضعه ويحاول أن يتحدث إلى طبيبه. أنا عارف أن هذا الأمر ليس متاحا وسهلا في الناس في السودان بصورة مستمرة، يعني حكاية المراجعة مع الطبيب وكذا، ولكن الأفضل دائما الواحد يقيم نفسه مثل أي إنسان يعني سيبدأ في أي نشاط أو أي شيء، لابد أن يقيم الأمور قبلها. يعني فإذا كان المريض يعني حالته تسمح بالصوم ولا يضره وتحقق من هذا الأمر، فعليه أن يبدأ بالصيام مع مراقبة نفسه ومستويات السكر في أثناء الصيام. مرة ثانية، الأشياء التي ذكرها دكتور شبيب مثل مراجعة العقاقير ومثلاً يعني مثلاً تغيير بعض العقاقير من التي تؤخذ مثلاً إذا كان مرتين تؤخذ، إذا كان بالإمكان أن تؤخذ مرة واحدة في اليوم، أو تغيير جرعة مثلاً مواعيد الحبوب وكذا، هذا كله قبل الصيام.
في أثناء الصيام لابد أن المريض أن يراقب نفسه بصورة جيدة. يعني كما ذكرت أنا أنصح أن يكون مريض السكر يتابع مستويات السكر في دمه على الأقل مرة أو مرتين في اليوم، حتى يتأكد أن السكر لا يرتفع ارتفاع عالي جدا أو ينخفض انخفاض كثير جدا، أن هذه الأشياء قد تؤدي به إلى الأعراض التي قد تعقبها الغيبوبة والمضاعفات التي يمكن أن يعني تؤدي به إلى صعوبات ومخاطر قد تحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى. إذا شعر بأي من هذه الأشياء لابد أن يستحضر الإنسان الله سبحانه وتعالى. يعني ما أراد مننا يعني التشديد على أنفسنا، ولا أراد مننا إهلاك أنفسنا، ولكن إذا شعر المريض بأي من هذه الأشياء كمثال يعني انخفاض السكر إلى دون 60 أو يعني إلى فوق 300 أو شيء، على المريض أن يتوقف عن الصيام وأن يراجع علاجاته وأدويته مرة ثانية حتى يطمئن أن هذا الأمر يمكن أن يكون آمناً وصحيحاً بالنسبة له. أرجو أن يكون هذا جواب مناسب وكامل لسؤالك. دكتور شبيب في أي إضافة ولا؟ ما شاء الله دكتور، yeah, I agree completely agree with what you said. إن شاء الله. وبرضه بس بنحب نذكر المستمعين إنه إحنا حيكون في الفيسبوك لايف الآن هسه، وبرضه حيكون حنرسل لكم اللينك بالإيميل، وبرضه حيكون في اليوتيوب اللينك إن شاء الله. فجزاكم الله كل خير دكتور الوليد ودكتور شبيب، وإن شاء الله يعني تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله يعني كلنا نكون stay healthy، إنه لازم نراقب صحتنا في رمضان. زي you know الله يعني زي ما أنت قلت يعني الله ما أمر بالهلاك، فلازم الواحد يكون يخلي باله لنفسه، ذكر إنه صحيح لو عنده chronic illness، لو عنده زمن مرض مزمن، لو عنده أي أعراض بتاع diabetes، فتابعوا مع الدكتور، be proactive، وإن شاء الله تصوموا وتفطر على خير يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله وبركاته. جزاكم الله خير. We offline now. Can we leave or? Yeah. شكراً جزيلاً دكتور شبيب. خلاص. I can leave. أيوة شكراً. جزاكم الله خير. الله يبارك فيكم. الله يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام.